لست يعني متدينا 100%، لكن أؤمن بالله سبحانه وتعالى، أؤمن بأن الموت واحدة. يعني جرائمك هذه بالأهوال تحتاج ربما إلى 20 توبة نصوحة حتى تغفرها. أنت في الحقيقة عدت إلى العمل كعميل للمخابرات إن لم تكن الجزائرية فهي البريطانية. نعم. لأني أصلي من تبسة تبسة حدا تونس وحدا ليبيا، وصلوا حتى يبعثوا دي كاميرا في ستيلوات للناس في تبسة باش يصوروا، ودي كاميرا وصل حتى الحربي زيتوت يبعث يعني هواتف ثريا للجزائر لبعض المعارضين باش يعني نوضوا بلبلة في الجزائر. برود جزائري رسمي من الوضع في تونس، لماذا برأيك؟ مرة أخرى للأسف أنا مؤتمن على كثير من الأشياء لا أستطيع أن أتحدث فيها، لكن هو أن تونس الثورة بالنسبة لنظام اللي انقلب على شعبه محرجة جدا. ليبيا الثورة محرجة جدا، سوريا الثورة محرجة جدا. من أي زاوية؟ مصر. الزاوية التي لأن باختصار بسيط هم يعرفون أن الدور عليهم. كل أنظمة الاستبدادية العربية ستسقط بإذن الله في السنوات القادمة على أقصى تقدير 5 سنوات. كلها بلا استثناء. هذا حتمية تاريخية كما يقول الماركسيين، أو سنة إلهية كما نعرف نحن كمسلمين. طيب لا يفترض فيها من حيث المنطق. هذا النظام يعتقد أنه هو ويحيى لما تسمعوا تصريحاته يقول لك إننا نجونا من الثورات العربية. انظر هو يعتقد ذلك. وأقول لك حاجة بكلمة واحدة لأنه لازال لدي موضوع مالي وطويل والوقت. والله لو مضى في الإصلاح، وأنت تعرف أنا من دعاة التغيير الراديكالي الجذري ومنذ 17 سنة و 18 سنة بصراحة. Dément, soit. Mais à en croire l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en Libye, aujourd'hui réfugié en Europe, acheter des journalistes ou des députés est une pratique courante des ambassades algériennes. Soit. وما زلت آخذ الأدوية إلى الآن. ما هي أسباب هذا الاكتئاب؟ الاكتئاب هو الماضي القذر وهذه التجربة القاسية وهذا ما قمت به اتجاه الشعب وأيضا ضد المصلحة العليا للوطن. يعني بيدفعوا كل شيء. أنا لدي صورة لبيتك الآن هنا في بريطانيا، هو يقيم في هذه العمارة في غلاسكو، ربما الكاميرا تظهر الصورة. يعني أريد أن أعرف أيضا يعني عندما تدخل إلى هذه الإقامة في الجزائر. نعم. طبعا هذه الإقامة هي في غلاسكو الآن في بريطانيا لمن يتابعنا الآن وليست في الجزائر، وهذه أيضا بعض المشاهد. يعني تحدث لي عندما كنت تدخل الإقامة وأنت مدرب جيدا على الحماية، والله كيف يعني هل كانت هناك رقم سري للدخول؟ هل كنت تتأكد؟ لم يكن هناك أي رقم سري لأني أولا أنا لا أسوق. دائما كان منير أو حسان أو عبد القادر أو الياس يسوق بي، يعني لما أكون في مهمة يعني هو يديني المكان وبعدين يرجع لي أو يبعث واحد يعني من عناصر بتاعهم. وفي حياتي الخاصة كان عندي سائق خاص يعني في حياتي. طبعا هذا البيت أنا أكرر هو بيتك في غلاسكو. نعم. وهذا في اشتريته بأموال الله أعلم من أين أتت. هذا ملك الخاص. ملكك الخاص والأموال من أين؟ جاءت من الله سبحانه وتعالى. هكذا كيف نزلت عليك من السماء؟ والله وضار في البيوت في بريطانيا يعني على كل حال يعني ممكن تأخذ قرض من البنك، لكن فيه أشياء أخرى يعني ممكن حصلت على أموال من جهات مخابراتية أخرى. مخابرات نعم. كم دفعوا لك؟ دفعوا لي 40,000. 40,000 يعني أنت عميل لكل مخابرات الدنيا، مخابرات المخابرات الجزائرية، ولك يد أيضا مع المخابرات فقط. يعني تشترى بالمال هكذا؟
والله القضية ليست عميل مأجور يعني بالماء. لا لا مش لا, لا مشكلة لا لازم نأخذ الأمر هذا من يعني من زاوية أخرى. أولا في الجزائر قلت لك لما دعنا في الجزائر على كل حال نعم ما هي وسائل التجنيد أخذ الفلوس وبعدين منير جاء يضحك وقال لي الفاهم يفهم وهي إلى الآن لا تعلم وهي الآن لا إلى الآن لا تعلم يعني وأنت كنت صاحب هذه المهمات بين ظفرين يعني هي أقل ما يقال فيها أنها مهمات قذرة تبتز الناس وتستدرج الناس لقتلهم وما إليه ولكن للسائل نسأل الآن من يتابعنا ويتابع الحلقة الأولى وهذا لماذا قررت الحديث الآن وأخذ ضمير يعني أم أنك حاولت ابتزاز السلطة وأخذ أموال فلم تستطع لأننا هنا أقولها وللأمانة حاولت مليون مرة أني أتحدث معك وبطلبك أنت كان الموعد الأول والموعد الثاني والموعد الثالث وكل مرة تخلف والآن أتيت ربما لأنك كنت أيضا تبتز جهات رسمية فلم تجد رد استجابة فأتيت للحديث لا أنا لما خرجت ما هو السبب الذي دفعك إذن للحديث الآن؟ أولا أنا لم أنتظر إلى سنة 2010 أو 2009 لكي أتكلم ثانيا أنا كان عندي اتصال مع الحركة الجزائرية لضباط الأحرار منذ أواخر سنة 2002 وأنا دخلت بريطانيا 2001 منذ 2002 وأنت على علاقة بأول اتصال بضباط الأحرار بالضباط الأحرار إلى غاية 2005 بمن شخصيا؟ بضابط اسمه محمد هذا اللي قال لي أنا كنت أين كان يقيم حينها في 2002؟ والله يعني كيف تحصلت على الرقم إذا كنت لا تعرف؟ عمره ما أعطاني الرقم بتاعه كان هو يتصل بي هو يتصل بيك ولما طلبت الرقم بتاعه قال لي لأمور أمنية لكن لمدة 4 سنوات ونحن على اتصال وأخذ يعني هذه الأمور هذه كلها يعني أخذ كل وقال لي أنت تقول كل الحق وبعدين تم حجب موقع ضباط الأحرار أظن عاد يعني في المدة الأخيرة وبعدين كان عندي اتصال مع حركة رشاد حركة رشاد جاء طريقة أخرى ربما سوف يعني ترجع يعني رئيس وسيد العربي زيتوت نعم لذلك أنا كما قلت لم أبقى مكتوف الأيدي لكن أنا بشرت منذ 2002 ولم تستطع الوصول إلى أي منبر توصل هذه الرسالة إلا الآن الآن وصلت لأن أولا كنت أيضا يعني بأخذ علاج نفسي يعني أنت كنت تعاني من اكتئاب أم كانت عندي ديبريشن يعني اكتئاب نفسي وكنت تحت معالجة طبية لمدة تقريبا 7 سنوات وما زلت أخذ الأدوية إلى الآن ما هي أسباب هذا الاكتئاب برأيك؟ الاكتئاب هو الماضي القذر وهذه التجربة القاسية وهذا ما قمت به اتجاه الشعب وأيضا ضد المصلحة العليا للوطن يعني سنعود لهذا ولكن أنا أريد أن أعرف كيف غدرت يعني أنت تقول بأنني تبت سنة 2000 نعم عدت للعمل مع المخابرات 2004 نعم يا سيدي أنت عميل مأجور لا لا مش لا الكل يعطي فرنج وتقود على الثاني نعم بالمعنى لا بلفظة الشارع في المغرب العربي لا لكن احنا نعرف يعني المخابرات الجزائرية أنا لدي صورة لك مع الأول على اليمين لمن يتابعنا الصورة لماذا جمعتك هذه الصورة مع لأني كنت أسافر بصفة منتظمة على ليبيا نعم وجمعتني لقاء به في سنة 88 على كل حال قد نتناول هذا في حلقات قادمة أنا الآن أتحدث هل أنت تخشى بعد هذا الحوار على حياتك؟ أولا أقول أنا بكل صراحة أنا لقد تبت توبة النصوحة لا يبدو هذا أتركني من التوبة لو جاءك طرف ربما حتى المخابرات الإسرائيلية لا أعتقدك أنه ستبيعنا جميعا لا هذا رأيك هذا رأيك هل تؤكد في نهاية هذا الحوار أيضا أنك لم تتسبب في مقتل أي شخص بشكل مباشر وأن كنت تسببت في قتل كثيرين بشكل غير مباشر نعم ولم تحضر أيضا مآدب التعذيب نعم ولا المخدرات لم أتناول المخدرات كنت تشرب الخمر كنت أشرب ولا زلت أشرب ولكن المخدرات لا المخدرات عمري ما أخذت المخدرات طب لماذا رفضت عمري رفضت لأنني أولا زي يعني كما قلت لك في الأول كنت عميل يعني جاسوس العين والدليل لم يكون يطلبوا مني مباشرة يعني أنا كنت أقدم المعلومات سوف أكون مستعد ولكن ماذا تقول لأهالي الأبرياء الذين كنت على الأقل مساعد في قتلهم ماذا تقول لهم الآن ماذا أقول أعتذر ولكن لا أظن أن الاعتذار يكفي في هذه الأمور
قلبي يحترق الآن على كل ما قمت به، كل ما أقول أنني نادم، وأريد منهم أن يسامحونني. لا أظن أنهم سوف يسامحونني، لأن يعني كل قلب مفجوع سوف يبقى دائما مفجوع. لكن كل ما أرجوه أنهم يسامحونني ويقدرون. هل تخشى أيضاً، هل تخشى من الشخصيات التي ذكرتها في هذا الحوار الآن بعد هذا الحوار عندما يبث؟ أكيد سوف يكون قوة، يعني قوة رد فعل، يعني حتكون فيه قوة رد فعل. لا تخشى على حياتك؟ لا بالطبع أخشى على حياتي، لكن الموت واحدة، وقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. أظن أنا يعني لست يعني متدينا 100%، لكن أؤمن بالله سبحانه وتعالى، أؤمن بأن الموت واحدة. يعني جرائمك هذه بالأهوال تحتاج ربما إلى 20 توبة نصوحة حتى تغفرها. أنت في الحقيقة عدت إلى العمل كعميل للمخابرات، إن لم تكن الجزائرية فهي البريطانية. نعم. على كل حال الوقت للأسف انتهى. سيد كريم مولاي، العميل السابق للمخابرات الجزائرية، والعميل السابق للمخابرات الليبية، والعميل السابق ولا أدري لازلت الحالي للمخابرات البريطانية الخارجية منها والداخلية، أشكرك جزيل الشكر سيدي. عفوا. كما أشكركم مشاهدينا الأكارم بوضوح إذن أجرينا هذا الحوار، ونأمل أن يجمعنا دائما الوضوح والصدق. في أمان من ضيفنا وضيفكم سيد كريم مولاي للأسبوع الثاني على التوالي، مرحبا بك. الذين يشككون في هذه الشهادة ثلاثة أصناف. صنف بالنسبة له مفاجأة كبيرة جدا إلى درجة أنه لا يصدق، هو يبحث عن تصديق ويريد أن يصدق، لكنها من شدة وهلع المفاجأة مما استمع، مجازر، قتل، اغتيالات، ذبح، نهب، كذا كذا كذا، لم يستطيع، عقله لم يستوعب، وأنا أتفهم ذلك. صنف ثاني لا يسعه ولا يريد للآخرين أن يقولوا كلمة الحق. بالنسبة لي كلمة الحق تأتي من عنده ولا ما تجيش. بعد الطوفان بلا به الأرض ما تدورش، ولا الشمس ما تطلعش. هو يمتلك الحقيقة ويحتكر الحقيقة، ولم يناقش كريم ولا فيما قال، وإنما جاء يناقشه هو كشخص في شخصيته، وما يعرفش فلان ويعرف فلان، وهذا كذاب وهذا كذا. طيب ناقشوا النقاط اللي قالها، هو جاب وقائع، جاب أحداث، جاب أسماء، جاب كذا، ناقشوا هذه الأشياء. وصنف من السفهاء العملاء طبعا تحركهم الدياراز. لكن كي وصلت هنا لفرنسا تعرفت بهذا بالمعارضة، يعني منهم كريم مولاي وجماعة العربي زيطوط وأحمد شوشان، حتى يعني جاء اليوم وقلت له راني بلا أوراق، قال لي أنا عندي الحل تاعك هو يعني أنك تشهد في قضية مقتل رهبانتي بحيرين باش نديروا حكومة موازية في الخارج، وتكون يعني ضد النظام في الجزائر، وتكون يعني بدعم من المغرب هذه الحكومة الموازية. أنا كنت كالدمية في يديهم، يلعبوا بي كما يحبوا، كنت بلا أوراق، كنت يعني حالتي مشتت، ويعني الهدف تاعهم أنه يكون ربيع عربي في الجزائر.